مسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين. الأجواء الحالية أجواء دافية وتصل درجات الحرارة حاليا في معظم المناطق البرية ما بين 23 إلى 25 درجة مئوية مع هواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعتها خلال هذا اليوم ما بين 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة. سماء صافية حاليا خالية من السحب، لكن متوقع بإذن الله خلال الساعات القليلة المقبلة تكاثر السحب تدريجيا، عودة للأجواء الغائمة إلى الغائمة جزئيا بدءا من هذه الليلة، وقد تستمر معنا أيضا لعدة أيام، وأيضا عودة للأجواء الممطرة بإذن الله مع نهاية يوم الأحد. راح نوافيكم في تفاصيل أكثر عنها خلال النشرة. أجواءنا الحالية في مدينة الكويت أجواء مشمسة مع رياح حاليا شمالية غربية سرعتها 7 كيلومتر في الساعة. أما بالنسبة لدرجة الحرارة حاليا 25 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 38%، والرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كيلومتر. الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء راح تكون مائلة للبرودة، متوقع تتفاوت درجات الحرارة ما بين 28 إلى 22 درجة مئوية في معظم المناطق البرية مع تكاثر السحب تدريجيا، وأيضا استمرار في الرياح الشمالية الغربية اللي أيضا راح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 35 كيلومتر في الساعة. متوقع أيضا أجواء راح تستمر معنا مشابهة لأجواءنا لهذه الليلة في بداية يوم الغد. أما بالنسبة لأجواءنا البحرية فالبحر راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، يصل ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 4 أقدام. التيارات المائية لا زالت في فترات الفساد، أجواء لطيفة ومناسبة جدا لممارسة جميع الأنشطة والهوايات البحرية وكذلك الأنشطة الخارجية. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفجر الساعة 5:02 شروق الشمس الساعة 6:26، وموعد أذان المغرب الساعة 4:49. أما بالنسبة للطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة، أجواء راح تكون غائمة جزئيا في يوم السبت والأحد مع أجواء دافية خلال فترة النهار، قد تصل العظمى إلى 25، أما الصغرى المتوقعة 17 درجة مئوية، هواء شمالي غربي 8 إلى 30 في يوم الغد، وفي يوم الأحد 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. تكاثر السحب راح يكون أكثر بإذن الله في يوم الأثنين والثلاثة والأربعاء مع عودة فرص الأمطار المتفرقة اللي قد تكون رعدية على بعض المناطق. الهواء الشمالي الغربي إلى راح يكون شمالي شرقي إلى متقلب الاتجاه خفيف إلى معتدل السرعة في يوم الأثنين 8 إلى 28، وفي يوم الثلاثة 8 إلى 38 كيلومتر في الساعة. أما في يوم الأربعاء قد تصل سرعة الرياح ما بين 6 إلى 30 كيلومتر في الساعة، العظمى قد تتفاوت ما بين 24 إلى 25، أما الصغرى ما بين 15 إلى 18 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، تمر البلاد خلال هذه الأيام بأجواء لطيفة ومناسبة جدا لممارسة جميع الأنشطة والهوايات الخارجية من ركوب الدراجات، وأيضا مناسبة لمحبين التصوير الخارجي وأيضا محبين رياضة المشي. تمنياتنا لكم بالاستمتاع خلال هذه الأجواء، وأيضا تمنياتنا لزميلنا في النشرة الزميل أحمد المياحي بالاستمتاع خلال إقامته معنا في دولة الكويت. أما الآن عودة للزملاء في الجانب الآخر من الاستديو، لكن بعد هذا الفاصل.